مرات الواحد يحس بالإحباط ويشوف نفسه أقل بكثير من غيره، ممكن لأنه مو لاقي تشجيع من اللي حواليه أو مو شايف تجارب ناس كافحوا وتعبوا في حياتهم، لأن المثل يقول اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. شخصية اليوم معروف أن منصة للتشجيع والتحفيز، ما بقول لكم تفاصيل أكثر قبل ما أعرفكم عليه، تراني أتكلم عن ياسر حارب. هو باحث وكاتب في مجال الإدارة والاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الإنسانية، ومذيع برنامج ما قل ودل وبرنامج لحظة، وحصل على العديد من المنصات الحكومية. هوب، أنا أدري أنتم كل هذا ما تبونه، تبوا تعرفون في سنابة شنو يسوي، خلوني أقول لكم. دائما يتكلم في مواضيع اجتماعية ويسرد قصص ناس عانوا في حياتهم، وهذا عشان يشجع متابعينه على السعي لطريق الإبداع. الحلو فيه ان قصصه مو من وحي الخيال، مرات يقول اشياء تاريخية ومرات يتكلم بمواقف صارت معاه، والهدف من هذا كله يعطي الشخص امل ان باكر بيكون احلى. رسالته الاولى في السناب هي القراءة ثم القراءة ثم القراءة، دايم يحث متابعينه عليها ويعطيهم مقترحات لكتب، وهذا كله عشان يحببهم بالقراءة والاطلاع. وما أنسى بعد، ترى ياخذ متابعينه في جولات لأماكن سياحية تحلو فيها الاسترخاء وتعطي الواحد طاقة إيجابية وهو يتابعه. وياسر يعتبر من 100 المؤثرين في الدولة، وقدر يكسب محبة الجميع لأنه نقل صورة جديدة للفلسفة الإماراتية بشكل ثقافي عن طريق السناب شات. ولا أنسى، ترى في شيء أساسي ياسر يتكلم عنه في سنابه، وهو هجرة العقول، ممكن تعرفون تفاصيلها أكثر عنده، لكن اللي بقوله لكم أنه يتكلم بمواضيع علمية تغذي العقل وتفيد الناس. بعد ناطرين؟ روحوا تابعوه.